يعني، وهي محاضرة هامة جدا وشيقة مثل ما بتعرفوا حضرتكم حالات سريرية، راح نكملها اللي أخذناها الأسبوع الماضي راح نشتغل عليها. هي عبارة عن حالات سريرية هامة جدا وفيها حكي عن المتلازمات النخاعية واختلاطات الأذية النخاعية. في الحقيقة راح نبلش بالمقاربة السريرية الأولى الأبروتش الأساسي فيست 1. عندنا مريض عمره 55 سنة. صوتي واضح بالنسبة لكم ولا بعيد ولا ضعيف ولا كيف الوضع؟ بشكل عام ممكن حدا يجاوبني؟ واضح حكيم واضح. شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بنا نستعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا هدى وفقه وعلما وتقوم برحمتك يا ارحم الراحمين. في عندنا مريض عمره 55 سنة، عنده ضعف تدريجي بالطرفين السفليين تمام يا جماعة، وخدر بهدول الطرفين، وعنده كمان خدر بأسفل البطن. مثل العادة حالة سريرية بدها فحص سريري، فلقينا في عندنا ليفل أو مستوى، بس شفنا المستوى لازم نفكر بأشياء معينة. عندنا مستوى حسي في الأيمن حتى الفقرة الصدرية الثامنة، ضعف عضلي درجته 4 إلى 5 بالطرف السفلي الأيمن، وعندنا كمان نقص حس الألم والحرور بالطرف السفلي الأيسر. هلا المرة الماضية حكينا بالمحاضرة الأولى إنه في عندنا سوية حسية، معناته قد يكون في عندنا غالبا إصابة نخاعية. الضعف العضلي بأحد الطرفين السفليين ونقص الحس بالألم والحرور الطرف الآخر، هذا شو بيدعينا نفكر؟ نفكر بآخر كلمة أخذناها وآخر محاضرة أو آخر متلازمة أخذناها المرة الماضية، براونسي كوارت. ممكن نفكر فيها بشكل أساسي بهذا الموضوع، خاصة بهذا العمر قد تكون شائعة نسبيا. فلازم نتوجه لمتلازمة براونسي كوارت اللي هي بتنجم عن أذية نخاعية أو كومبريشن ليجن، آفة ضاغطة على جزء من النخاع الشوكي. فمشان هيك بدنا نقيم الشغلة بالتصوير الشعاعي. حضرتكم بتعرفوا إنه النخاع الشوكي بيحب الرنين المغناطيسي كاستقصاء شعاعي بادئ ذي بدء. فبنعمل مرنان MRI للمكان على الفقرات الموافقه للمستوى الحسي اللي ظهر عندنا هو T28 الظهريه او الصدريه الثامنه. فبالرنين المغناطيسي عم نشوفهم بالحالتين، بهي الصوره الرنين المغناطيسي عم نشوف انه بالاعلى هذا التيومر، هذا الورم، وهذا النخاع الشوكي تحته، فنشوف هذا الورم عم بيعمل كومبريشن وضغط على النخاع السباينال كورد. في صوره جانبيه للرنين المغناطيسي عم نشوف كمان هذا هو الورم الموجود بهذا المستوى بالصوره رقم A، وهي عم بتميز المستوى الحسي اللي حكينا عنه. حقيقه الاورام او الردود حوادث السير سقوط من شاهق قد تكون هي السبب في براونسي كوارت سيندروم. طبعا هذا التيومر هو العلاج الاساسي له حاليا most likely رح يكون surgical، الحل هو جراحي، فلازم نحل هذا الموضوع بالنسبة لهذا الورم السحائي جراحيا. نحكي شوي عن الأورام النخاعية وما بنستطرد فيها كتير، ولكن نأخذ منها لمحة موجزة يعني ممكن تمر معكم بالجراحة العصبية بمكان آخر تكون فيه تفصيلات أكثر. نحن رح نحكي رؤوس أقلام والبولد إيشوز. فنحن الأورام النخاعية بنصنفها لثلاث تصنيفات أساسية حسب المكان التشريحي. الأورام خارج الجافية هي الأولى، تكون بين السحايا والعظم، هي extra dural tumors. الأورام داخل الجافية وخارج النخاع، هي داخل السحايا، يعني داخل السحايا أنت dural extra medullary tumors، والأورام داخل النخاع intra medullary tumors. في الحقيقة الأورام البدئية البرايمري تيومرز بالنخاع الشوكي هي نادرة نادرة، لكن منين بتجي الأورام للنخاع الشوكي؟ بتجي ميتاستاسيس. ميتاستاسيس يعني نقائل إلى العمود الفقري والحيز فوق الجافية. الطبيب إيمت فينو يتوجه لورم عند المريض؟ لازم يكون في عنده ألم ليلي أثناء الراحة معند على العلاج. ألم ليلي أثناء الراحة معند على العلاج، بياخذ مسكنات. أول شيء ببلش بالباراسيتامول، ثم بروفين إبيبروفين، ثم ممكن ياخذ شغلات ثانيه مثلا اكثر يعني مثل الكودائين، ممكن حتى يوصل للمورفينات وما يسكن المه اثناء الراحه. ففي عندنا هون توجه للالم اثناء الراحه الليلي، هو قد يوجه الى ورم. التفكير بالاذيه النخاعيه الدوائيه او الشعاعيه لازم يكون موجود ايضا بعين الحسبان في حال كان المريض عنده ورم بغير مكان النخاع الشوكي، مثلا ورم رئوي، ورم بروستات، ورم عظمي، بيعطي ميتاستاسيس للنخاع الشوكي. عم نشوف هون عنا ثلاث صور بالرنين المغناطيسي عم تفرجينا الأشكال الثلاثة اللي حكينا عنهم. فباليمين عم نشوف ورم خارج الجافية، ورم خارج الجافية عم يعمل كومبريشن على النخاع. بالنص عم نشوف ورم داخل الجافية، داخل الجافية، وباليسار عم نشوف ورم داخل النخاع، داخل النخاع. فممكن هي مثلا كصوره
تجيك بامتحان السريري أو تجيك بامتحان نظري، أنه هذا شو شايف أنت هون كتشخيص تفريقي، نحط لك 5 خيارات وأنت تختار الأنسب. لك مثلاً قد يعبر عن ورم فقري مثلاً، ورم خارج الجافية، داخل الجافية مثلاً، داخل الجافية، خارج الجافية، أو داخل النخاع. إذن هي الحالة اللي حكينا عنها هي عبارة كانت براون سيكوارد سيندروم وكان فيها التيومر النخاعي موجود. حالة هامة جداً. براون سيكوارد بصراحة هام جداً بأي اختصاص بتختصه أو أي مكان، ممكن تشوفه بطب الأطفال، ممكن تشوفه بالداخلية، ممكن تشوفه بالجراحة العصبية والداخلية العصبية. المقاربة الثانية second approach هي عبارة عن حالة سرية هامة كتير، لأني حالة شائعة نسبياً ممكن تشوفوها تكون عند كبار السن بشكل أساسي، وعبارة عن رجل مسن عمره 80 سنة عنده diabetes mellitus uncontrolled، ما في ضبط لا له، كان في عنده كمان التهاب شغاف القلب من أسبوع، تطور بعد أنتان بولي بالمكورات المعوية البرازية intercoccus facialis هي الأساس بهذا الموضوع. تعرف حضرتكم التهاب شغاف ممكن يختلف بأسباب أخرى كمان، ممكن التهاب شغاف تحت الحاد أو حاد أو العقديات الخضراء أو ما شابه ذلك. حط المريض على antibiotics سيفترياكسون أمبيسيلين intravenously بالوريد، بس لما حطوه على العلاج الوريدي هون ظهر عنده ألم في العمود الظهري وصار في عنده سلس بولي، مع أنه بثمانين سنة بتعرفوا يكون عنده مشاكل غالبا بالبروستات وعنده infrequency وعنده مشاكل بتقطيش البول وقصص تانية بتعلق بالبروستات. فالمهم صار عنده انيوريسيس، صار في عنده pain بالعمود الظهري. فشو ممكن نتوجه بهي الحالة؟ عنده سكري غير مضبوط، عنده التهاب شغاف القلب، عنده انتان بولي، أخذ انيبايتكس وصار في عنده هذا الألم والسلس. حكيم عذرا عن المقاطعة، هلا أنا ما بعرف إذا حسابي هو مشرف بس ما بعرف إذا معك. فنحن دائما اتفقنا بالمحاضرة السابقة الكلينيكال ابروتش كلينيكال اكزامينيشن موست برايورتي بلس ذا هيستوري. فممكن أنت من خلال الهيستوري اللي أخذناها فوق مع شوية كلينيكال اكزامينيشن تروح بعدين تعمل الام ار اي بعدين تكتشف شو المشكلة. لكن لازم نركز ابروتش شقفة شقفة قطعة قطعة شكاية شكاية عشان نوصل للحل. الفحص السريري فحصوا الزملاء العصبي جزاهم الله خير، قال إنه عندنا ضياع بحس الاهتزاز واضطراب حس الوضع في الأطراف الأربعة. إحنا قلنا إذا في عندنا ضياع بحس الاهتزاز وحس الوضع تشير لمشكلة نخاعية غالبا بحبال خلفية. لقوا كمان إنه في عنده ضعف خفيف باليدين ثنائي الجانب. هلا الضعف الخفيف ممكن يكون بسبب السن، ممكن يكون بسبب مشكلة النخاعية أو العصبية، مع ضعف ثاني في الطرفين السفليين هذا قد يؤشر إلى أذية. أذية شو؟ أذية رقبية. أذية رقبية. فمثل ما قلنا أنه بنعمل MRI فعم نشوف بهدول الصورتين الـ A والـ B. الـ A والـ B بالصورة B اللي نبلش فيها إشارة منخفضة، إشارة منخفضة بهذا المكان. الصورة A عم نشوف تعزيز للمادة الظليلة، تعزيز للمادة الظليلة بالصورة A، وما يتوافق مع التهاب عظم ونقي، التهاب عظم ونقي. استيومايلايتس، نحن كيف شكينا بالتهاب العظم والنقي؟ إنه هو رجل مسن عنده اضطراب مناعي، اضطراب مناعي قد يكون بسبب السن أو بسبب السكري غير مضبوط. مرضى السكري أغلبهم عندهم مشاكل مناعية، اضطرابات حسية، والتهاب شغاف القلب يوجه أيضا لمشكلة إنتانية، يعني إنتان شديد التهاب شغاف القلب. تعرف حضرتكم كمان إنتان بولي سابق غالبا معند على العلاج، لو كان تعالج كويس كان ما صار في عندك سبريدينج انتشار للإنتان للنخاع والشغاف. فهو غالبا في إميونو ديفيشنسي قد يكون موجود بسبب الديابيتس أو بسبب السن، فصار عندنا انتشار للإنتان، انتقل من الدم للفقرات والحيز فوق الجافية. تمام يا جماعة؟ فهذا غالبا صار في عنده هاي الإشكالية الهامة اللي إحنا فكينا عنها نتيجة الحالة السريرية والفحص بالقصة السريرية. رح نتقل لحالة شائعة وحالة سهلة نسبيا، هي حالة كمان إنتانية بشكل عام لكن إنتان مختلف عن هذا الموضوع. في عنا رجل عمره 47 سنة عنده ألم على توزع مسار السي 5 مع قصة ضعف في اليدين ولديه داء المنطقة. فهون هو أعطاك فوراً داء المنطقة، ممكن بالامتحان لا يجيك مثلاً 47 سنة توزع السي 5 وضعف الطرفين ويعطيك الصورة. الصورة يعني ما بتخبي حالة، الطرف اليسار بشوف ما فيه شيء، الطرف اليمين في عنا طفح، هذا الطفح
موجه انه عم يمشي على مسار عصب واحد من مستوى تحت الحلمه، ثلاث اربع مستويات على السي 5. مؤلم جدا بيقول لك بالسؤال او بالفحص او بالتوجيه، ومسير خاص بجذور الاعصاب. فانت بتقول هذا باريسيلا زوستر، داء المنطقه. ممكن اعطيك شويه معلومات كمان بالقصه السريريه عشان توجه اكثر. طبعا ممكن ما تكون نفس الصوره، ممكن تكون صوره مشابهه، ممكن تكون ليس توزع على السي 5، توزع على العصب اخر او جذر اخر. الفحص السريري بشكل صريح كان ضعف داني بالطرف العلوي والايسر واشتداد منعكس ثنائيه البايسبس، ثنائيه الرؤوس. البايسبس كان في عندك اشتداد، في ضعف بالطرف العلوي الايسر. طيب ايضا عملنا لامبر بانشر. لامبر بانشر ليش عملناه؟ لاني في عندك حاله انتانيه موجوده، في عندك حاله عصبيه موجوده وضعف باليدين. فالبذل القطني كان في عندك كريات بيضاء حوالي 120، اللمفاويات هي المسيطره، وسكر دم طبيعي. سكر دم طبيعي غالبا ينفي الانتان الجرثومي وينفي السل بشكل عام. البروتين ليس مرتفع كثيرا، يعني ضمن الطبيعي عالي شوي. بعدين بمركز متقدم توجهنا الاساسي نحن سريريا بمشافينا المتاحه في المنطقه، انه ما عندنا نحن اكثر من استقصاءات هيك، ما عندنا بي سي ار، فممكن تتوجه انه هذا فايرال، وجود فايرال، ممكن يكون فايرال مايلايتس، فايرال مثلا انسفلايتس اذا كان في عندك كوما، فهذا فايرال يعني مشكله فيروسيه في العام الاغلب، في العام الاغلب. وعندك داء المنطقه موجود، فغالبا هذا مين المسبب؟ جماعه الهربس زوستر، داء المنطقه، فيروسات مشتقه من الحلق. عملنا بي سي ار لسي اس اف، السائل الدماغ الشوكي، كان في عندنا بوزيتيف للفاريسيلا زوستر فيروس، وهذا هو التشخيص الكونفرميشن، هذا هو المؤكد. المريض عنده داء المنطقه، انتشر ليصيب النخاع، وهذا شائع ونشوفه كثير. الفكرة أنه إحنا كيف ممكن يجينا بالإسعاف؟ بيجيك هو المريض بألم صدري وصفي شديد، وإسا الطفح ما ظاهر، يعني الألم يسبق الطفح في كثير من الحالات، لكن يتلوه أو يكون معه مرافق ضعف في اليدين. حقيقة ممكن إذا فحصت البيسيبس كمان ممكن يكون في عندك اشتداد، أو حتى ما يكون في اشتداد بالمنعكسات. ممكن يتوجه المريض أو المريض يوجهنا أنه هذا يعني مشكلة قلبية، احتشاء عضلة قلبية، أو يعني إسكيميا، أو كيكورين سيندروم، عمره 47 لساته بشبابه. إذا في قصة موجهة البدانة، قصة ديابيتس موجود، قصص بالإميونو ديفيشنسي سكندري، عم ياخد كورتيزونات مثلا، كان في عنده ستريس مثلا، ضغط نفسي إلى آخره، هذا كله ممكن يوجهنا للموضوع. إذا ظهر الطفح تنحل المشكلة القلبية في العام الأغلب. ممكن يفكروا أنه هو يطلبوا له تروبينين تي و اي سي جي، ايضا استقصاءات قلبيه مع الالم الوصفي. العلاج لهيك حال هو الاسايكلوفير، اللي هو زوفيراكس او الاسايكلوفير، يعني اسمه التجاري، اسم العلمي اسايكلوفير. نحن حكينا هون عن انتانات فيروسيه، انتانات جرثوميه، راح نحن نحكي شوي عن انتانات النخاعيه. الانتانات النخاعيه بنسميها بشكل تشريحي مثل ما اتفقنا، فوق الجافيه وتحت الجافيه وانتانات نخاعيه. فوق الجافيه ممكن يكون لها عده اشكال، الابسيسز، الخراجات فوق الجافيه، دول الابسيسز. طبعا خراجات فوق الجافيه شغله خطيره، الستافيلوكوكس اوريوس غالبا تكون هي المشكله، العنقوديات المذهبه بشكل عام. يمكنها الوصول الى فوق الجافيه عن طريق الدم او بؤره مجاوره بالانتقال الدايركت مباشره، او عن طريق الحقن. طريق الحقن مين بيحقنوه؟ بيحقنوه هن جماعه بيتناولوا ادويه ممنوعه، مخدرات، هيروين الى اخره. لا، في عندنا هون ثلاثي لازم نركز عليه بالانترنت فوق الجافية، كتير هامة جدا لازم نفكر فيها بشكل مباشرة، انه اذا في عندك خراج فوق الجافية لازم تفكر مباشرة اذا كان في عندك هذا الثلاثي موجود. الثلاثي اغلبكم بيعرفوه، ممكن درستوه به سريريا او محاضرة سابقة، هو ثلاثي عرضي، الم اسفل الظهر وحرارة وضعف بالطرفين السفليين. ظهره عم يوجعه، سخنان كتير، ما بتنزل حرارته على السيتامول ولا البروفين، واضافة لهالشغلتين في عنده ضعف بالطرفين السفليين. انت ما فينك تهمل هي الشكايه الجديه اللي هي ممكن تكون كارثيه اذا ما اهملت ولم تعالج فورا، قد تودي بحياه المريض او تعمل اختلاطات سو سيفير والسيكولا تبعيتها والانذار سو باد بروجنوسز اذا ما عملت ما حسنت تكشفها فورا. فهذا هام جدا. ما هو الثلاثي الذي قد يشير انديكيتد تو ذا فوق الجافيه مباشره بدور الابسيسز؟ هو ظهر عم يوجعه، اسفل ظهره عم يوجعه، وحراره وضعف الطرفين السفليين. هلا الانترنت الثانيه هي انترنت النخاعيه بالخاصه، غير شائعه بشكل عام، انه يجي الانترنت يدخل جوات النخاع
صعب كتير لأنه هو محمي بالبلد برين بارير ومحمي أيضا بالكثير من العوامل الحماية المجاورة. لكن بعض المرضى ممكن ينتقل بالانتشار المباشر من المناطق المجاورة، ما بيجي بالدم بالعادة، ما بيجي بالدم. بعض الأحياء الدقيقة ولع بالنخاع الشوكي نادرا ما تصيب النخاع، فيروسات معينة، جراثيم معينة لم يتم التركيز عليها. يجب أن يوضع التشخيص تفريق بناء على عوامل الخطر وتعرض المريض للعامل الممرض، يعني مضاعف مناعية مثل ما قلنا، بياخد حقن، بياخد كورتيزونات، بياخد كيموثيرابي، بياخد علاج كيماوي قصدي راديوثيرابي، علاج شعاعي، في عنده رد سابق بالمكان، عمليات جراحية في هذا المكان، تيومر سابق في هذا. كاشي عنقوديات بسبب عوامل الريسك فاكتورز الموجودة. البروسيلا ممكن تكون تسوي الحمى العصبية المالطية العصبية وهي خطيرة، وعلاجها مديد للغاية وإنذارها ليس بشكل جيد إذا ما تأخر الاكتشاف وما تأخر إدخال العلاج. البروسيلا العادية الدموية اللي بتعمل أعراض إنتانية غير عصبية علاجها طويل 6 أسابيع، فما بالك بالإصابة العصبية. الإصابة العصبية قد يحتاج علاجها إلى 3 أشهر أو 6 أشهر، ممكن أكثر من ذلك، وبعضهم قال 8 أشهر، وبعضهم قد قال سنة، حسب المراجع، حسب الإصابة وشدتها، وحسب العمر والعامل الخطورة المرافقة. بالنسبة للتي بي، التي بي له بحث خاص من إصابة النخاع الشوكي، وهي إصابة يعني نادرة. التي بي بحب الفقرات، إذا صاب الفقرات التي بي شو اسم الداء أيها الزملاء؟ حدا يعطينا سلحكي. السؤال، ما اسم المرض السلي إذا أصاب الفقرات؟ دأبوت. أحسن دكتور. طيب بإمكاننا نكمل معناته في الإصابات الفيروسية. الإصابات الفيروسية نحن بنركز على أول فيروسين بشكل أساسي. أول فيروسين هن فيروس اللي حكينا عنه، فاريسيلا زوستر، تمام؟ الفاريسيلا زوستر. فالفاريسيلا زوستر موجودة معنا، حكينا عنها سابقا، داء الحماقي النطاقي. وفيروسات المعوية هي الانتروفيروسز، وعلى رأسها فيروس الأطفال اللي هو حاليا لا يوجد في منطقتنا، ولكن كل التحديات وكل البريفنشن وكل الفاكسينيشن بيركز على شل الأطفال بشكل أساسي. فشل الأطفال حاليا لا يوجد عندنا أي حالة، آخر حالات كانت غالبا CVDBV مشتقة من اللقاح بمنطقة دير الزور بال 2017، تم القضاء عليه. فالأسرنا من 2017 هلأ، يعني عندك 5 سنوات، بعد ما تأخذ 5 سنوات فري من فيروس، من فيروس، بتأخذ شهادة من WHO والCDC أنه أنت ما عندك شل أطفال بهذا المكان. لكن شل الأطفال ممكن يظهر بأي مكان. حاليا شل الأطفال، فيروس شل الأطفال منتشر في مناطق عدة في إفريقيا، ومنتشر أيضا في مناطق أفغانستان، باكستان، وإيران، وموجود في المنطقة ويلعب يعني دورا كبيرا بالموربيديتي وحدوث الشلل غالبا هذا الجانب. وصار الشلل ففي العمل أغلب العلاج يعني شبه صعب جدا، أو شبه يعني لا يوجد علاج لحد الآن. فيروس الإيدز أيضا من الفيروسات المتهمة، وفيروسات الحلقية الهربس فيروسز كمان من الفيروسات المتهمة بهذا الموضوع. الفيروس الحلق النطاقي فاريسيلا زوستر فيروس هو أشع إنتان يصيب الجملة العصبية على الإطلاق، وهو أشع أسباب الميلايتس التهاب النخاع، وفي الغالب سب أكيوت، سيره تحت حاد.
بشو بيترافق؟ بإصابة وأذية الجذور والأعصاب الشوكية، لذلك يكون مؤلماً بشدة كما ذكر الحالة. يمكن يفكروا وهي يعني myocardial infarction، اشتباه لاحتشاء العضلة القلبية، أو على الأقل acute coronary syndrome ACS. عزل الفيروس هو confirmation من CSF بطريقة الـ PCR بعد lumbar puncture، والعلاج كما ذكرنا على الأساكبير. فيروس الأطفال رح ندرسه كتير بطب الأطفال، ورح يندرس أيضاً بمكان آخر، لأن فقط نعرج عليه للاستطراد، هو الانتيروفيروسس. بس هو شو بيسبب؟ لازم نعرف شغلة أساسية، بيسبب الـ MND motor neuron disease، داء العصبونات الحركية، هو إصابة محيطية للعصب المحرك السفلي. فشو بيعمل؟ بيعمل AFP، حكينا المرة الماضية AFP يعني acute flaccid paralysis. acute flaccid paralysis يعني شلل رخو حاد، وقلنا في عنا أكثر من 90 سبب لشلل الرخو الحاد، وغالبا تكون مثل ما قلنا إصابة بجهة واحدة. المقاربة الثالثة أو الحالة الثالثة هي حالة عوزية، استطردنا فيها سابقا في المحاضرة السابقة، غالبا كانت بشكل عوز B12. عملتنا مشكلة بالسيانوكوبولامين، وهي المشكلة يتم حلها باكرا بتعويض البي 12 غالبا بطريقة الحقن، ويستكمل بطريقة الحبوب يعني تابلتس عن طريق الفم. المشاكل العوزية هام جدا، هي موجودة بالمناطق الفقيرة بشكل عام، افريقيا بشكل عام، وعندنا هون بمنطقتنا كمان في فقر، وبسبب المشاكل الموجودة تغذويا نرى العديد من الحالات في العيادات وفي اقسام الاسعاف. حكينا الماضي أنه نحن في عنا التصلب المتعدد تحت الحاد، كان سببه الكوبالامين، سيانوكوبالامين ديفيشنسي، البي 12 ديفيشنسي. عندنا كمان أسباب أخرى، نقص البي 9 ونقص النحاس. نقص النحاس أيها الزملاء غالبا ما نراه حاليا عند الأشخاص البدينين اللي عملوا جراحة معدة، تصغير المعدة بالجراحة عشان يتم السيطرة وتدبير البدانة، فينقص النحاس وتظهر نتيجة نقص النحاس علامات عصبية على شكل التهاب نخاع. استطرد بعد الشيء في هذه الأمور، كما ذكر نقص النحاس بسبب جراحة البدانة، نقص البي 12 واسع الانتشار عند الكبار بالسن وعند الأطفال أيضا، 80% ممكن يصل بالدول النامية و10% بالدول المتقدمة كما أسلفنا سابقا في المحاضرة السابقة. الفيتامين E حاب أركز عليه بشغلة، الفيتامين E، فيتامين E أنه أنت بس صار عنا نقص فيتامين E واضح، فإنه بيشبه متلازمات أو متلازمات المتقدرات، اضطراب المتقدرات ميتوكوندريا في وراثة تجي من الأم، فبيظهر بين عمر 5 إلى 15 سنة بالنسبة للأطفال، ويظهر عند كبار السن أيضا بمرحلة لاحقة، اللي بيكون عندهم مشاكل بسوء التغذية، اللي بينحطوا بدور العجز دور المسنين، أو اللي بيكونوا مهملين في هذه الظروف الصعبة في المخيمات. نقص الفيتامين إي يشبه الإصابة المخيخية، فإصابته إضافة لأذية النخاعية بتصير متلازمة مخيخية وإصابة شبكية. إصابة الشبكية قد تكون على شكل اضطراب شبكية صباغي، ويعتبر فيه الإصابة المخيخية أهم مميزات هذا العوز. عوز الفيتامين إي يهمل في الكثير من حالات الإصابة المخيخية، ويتم البحث عن السبب بالرنين المغناطيسي والفحص العصبي المتأني، وقد لا نصل إلى نتيجة، فلذا لابد من التفكير بتعويض الفيتامين إي حتى نستطيع التغلب على هذه المعضلة، أو معايرته مخبريا، ومعايرته مخبريا حاليا غير متوفره بشكل كبير، لكن يمكن ان نحصل عليها في يعني اذا بعتنا التحليل مثلا مخبر متقدم. لا حكيم، ما بصير نعوض هيك فيتامينات تخبر يعني بدون ما نحللها. فعلا، شكرا دكتور للفكره المميزه. هناك ما يسمى يعني التعويض، اللي هو عباره عن تشخيصي وعلاجي بنفس الوقت، انه انا ما عندي امكانيه لاعمل تحليل البي 12، طبعا متوفر بشيء يذكر تحليل بي 12 موجود في المنطقه عندنا، موجود بالمشافي الوطنيه المجاوره، موجود تحليله المصلي ويمكن التاكد منه، لكن اذا ما عندك امكانيه يمكن تعوض البي 12 ولا حرج في ذلك. تعوض البي 12 غالبا لا يسبب يعني سميه بالجرعات المنصوح بها. تعوض الفيتامين اي اذا كان جرعه زائده ممكن يعمل اذيه، ولكن لا حرج بتعويض جرعات معقوله بالحد المتوسط، إذا تحسنت الأذية فهو يدل على المرض، لكن يجب الانتباه من التعويض المفرط، فهو يسبب أذية بانسمام بالفيتامينات، الهايبر فيتامينوسيس انتوكسيكيشن أيضا موجود، أيضا الأذية بالفيتامينات المفرط، ومثل بعض المرضى اللي عندهم مثلا
اضطرابات نفسيه بيقول لك انا دائما عندي نقص مثلا اظافري مثلا عم بيتشقق مثلا بيهور مثلا عم بيصير عندي شحوب عم بيصير عندي تعب، فهدول اللي بيروحوا بياخذوا فيتامينات على الطالعه والنازله ممكن ياخذ علبه او علبتين بنفس اليوم او ياخذ اربع خمس ابر حقن، فبصير عنده اعراض خاصه اذا فيها الفيتامين فيتامين اي مثلا مرافق او البي 12 بي 1 6 ممكن يؤدي لاذيات مثل خاصه اذا الفيتامين اي يؤدي الى اقياءات ويؤدي الى ارتفاع توتر داخل القحف وحدوث اختلاجات واضطرابات عصبية. التعويض المتأني، التعويض المناسب بالجرعة المناسبة منصوح به في حال عدم وجود الإمكانية للتحقق من مستوى الفيتامينات المصلي وحال وجود عوامل مرافقة كاضطرابات معوية مثلا داء كرون مرافق، السباتيف كوليتيس مرافق مثلا، داء كرون تقرحي، متلازمات سوء الامتصاص أو متلازمات الأمعاء القصيرة أو الجراحات التداخلية على الأمعاء نتيجة الأورام أو الردود أو الحوادث أو التداخلات الجراحية الكبيرة على الأمعاء اللي بتشك أنه صار في عندك عوز معوي، أو إذا في عندك نقص مدخول مثبت كالفقر المدقع الموجود يجوز التعويض تخبريا، وهذا اسمه Enteric Treatment. أما فيما يتعلق بتعويض الحديد والبي 12 فغالبا لا حرج من تعويضهما بشكل تخبري كما يعني ذكرت أغلب المراجع المختصة بهذا الصدد. وشكرا جزيلا دكتور مرة ثانية للسؤال، أتمنى يكون الإجابة واضحة. ننتقل إلى التهابات النخاع السمية. التهابات النخاع السمية عندنا نادرة، نيتريك أوكسيد أو نيتروز أوكسيد إصابة نادرة، بعض أطباء الأسنان كانوا يستخدموا الهيروين اللي عم يتعاطوا مخدرات، أذيته بشكل أساسي مثل ما تعرفوا جميعا عصبية، الأذية تكون دماغية أو نخاعية. نباتاتها معنا نحن هون هدول النباتات بشكل أساسي، الكونزو يعني ممكن نحفظها أنت من عطر الكنزو مثلا، أو ليثروس الساتيفوس أو الكسافة، هدول نباتات ممكن تحفظهم، هاي موجودة بإفريقيا النباتات، إحنا ما عنا منهم يعني أو ما يشبههم حقيقة، أنها بتغذوا عليها غذاء رئيسي. الأذية السمية هام جدا تكشفها بنيتريك أوكسيد أو الهيروين لأنه بتحثث سن الإنذار وهكذا. ننتقل إلى الحالة الرابعة إذا ساعتكم صاحين معي. الحالة الرابعة حالة مميزة، حالة هامة تهمنا في طب الأطفال وتهمنا كذلك في طب العصبية والجراحات العصبية والداخلية، فهي حالة ممكن أن تسأل عنها باستاج العصبية أو امتحانه أو الداخلية المحضة أو الأطفال. في طفل خلينا نقول او شاب صغير عمره 16 سنه عنده رنح مع ضعف عضلي مترقي من سنه، قد ايش صار له؟ سنه. اذا عمره ورنح وسنه، وشو كمان عنده قصه عائليه مشابهه يعني اخوته عنده نفس الشيء، فحصوا سريريا الزملاء بالعصبيه المقيمين قال والله عندنا منعكسات وتريه غائبه وبابنسكي يعني اخمص بالانبساط وعنده قدم قفداء، ركز شوي على قدم قفداء، وعنده علامه اصبع انف ايجابيه واضطراب حس الوضع والاهتزاز. فصل فيه مثل ما قلنا منعكسات الوتريه غائبه، أنه ممكن تكون هل هي مثلا إصابة مثلا عصبون محرك علوي ولا محرك سفلي ولا إصابة الوصل العصبي العضلي ولا إصابة العضلة بحد ذاتها أو نتيجة رد سابق أو ما سابق أو ما شبه. الأخمصي بالانبساط غالبا إيش؟ أبر موتور نيرون ليجن، عصب محرك علوي. قدم قفداء ممكن يكون شيء تشريحي، ممكن يكون شيء عظمي، ممكن يكون شيء وعائي، ممكن يكون نتيجة وضعية شاذة مزمنة. إصبع أنف إيجابية غالبا علامة مخيخية. حس الوضع والاهتزاز ممكن يكون في عندك مشكلة نخاعية. نستطرد القصة ونستطرد كمان مقاربة الحالة واحدة واحدة. الرنح، إصابة الدهليز، إصابة محيطية، إصابة مخيخ، إصابة عميقة، عفوا إصابة مركزية عميقة أو إصابة الحس العميق. الحس العميق يعني إصابة نخاعية مركزية. عنده ضعف عضلي ممكن أحد المستويات الأربعة اللي حكينا عنهم، إما من وين بتظهر مركزية نخاعية. مزبوط يا جماعة، شو مين بذكرنا فيهم إصابات الأربعة حكيناهم المرة الماضية أربع مرات، هذا من الزملاء يتبرع يحكينا إياهم إذا درستوا المحاضرة السابقة. ممكن النورون العلوي والنورون السفلي. نعم، النورون العلوي يكون في إصابة فيه والنورون السفلي. نعم نعم، ممكن يكون مثلا أو العصبي العضلي أو الوصل العصبي العضلي يحس الحركة بالعفر الحركة الأياف النقل للحركة، هل ممكن يكون ذلك؟ طيب شكرا. إذن هن المستويات الأربعة اللي بتمشي فيهم خلينا نقول السيالة العصبية العضلية، السيالة العصبية عشان تتحرك السيالة العصبية وتنبه العضلة منين بتنشأ؟
من القرن الأمامي النخاع الشوكي، مظبوط. هون شوفي عنا أجسام العصبونات النجمية الحركية، ممكن مشكلة بمستواها وأن تنخرها أو عفواً أو أذيتها ممكن يدلك على إيش؟ أمراض كتير، مثل حكينا المرة الماضية عن شغلتين، حكينا عن تصلب العضلي أو ضمور الجانبي والسباينال ماسكولار أتروفي وورنينج هوفمان. إذا مشكلة بالعصبون حد ذاته، أجسام العصبونات، هذا عصبون محرك سفلي، وأيضا ممكن تكون مثل ما ذكروا عصبون المحرك العلوي، أجسام العصبونات الموجودة بالقشر الحركي الهرمي البيراميد سيستم. ممكن تكون أيضا أثناء وصول المحاورير اللي هو محور العصبون المحرك السفلي إلى وين؟ الوصل العصبي العضلي. ممكن يكون الوصل العصبي العضلي فيه مشكلة، وممكن تكون العضلة فيه مشكلة، ممكن مثلا وهن عضلي وخيم، ممكن المقوي العضلي الحثلي المايوكريك ديستروفي وهكذا. المهم ضعف عضلي موجود عند المريض. ممكن تكون إصابات كما ذكر الزملاء بالأربعة، سوابق عائلية، الهيستوري، أمراض وراثية، غياب المنعكسات يشير إلى إصابة نورون سفلي، إصابة محيطية، والأخمس بالانبساط نورون علوي اللي هو البيراميد سيستم الأبر موتور نيرون، إصابة حس الوضع، إصابة الحس العميق، علامة إصبع أنف، إصابة مخيخية. إذا صار عندك إصابة عائلية قدم قفداء مترافقة مع إصابة محيطية وهرمية وإصابة الحس العميق وأعراض مخيخية، كل هدول مع بعضهم شو بيمشوا؟ مع رنح فريدريخ اللي هو رنح وراثي. هذه الحالة مشتركة بين العديد من التخصصات، إحنا مركز عليها شوي لأن هي موجودة بكذا مكان. رنح فريدريخ هو وراثي، يشمل البيراميد سيستم، الحزمة الهرمية، جهاز الهرمي، والحزمة الشوكية المخيخية، والحبال الخلفية والمخيخ، والإصابة المحيطية. يرجح الإصابة بداء فريدريخ وجود القصة العائلية، حيث يصاب عدة من أفراد العائلة الإخوة مع بدء المرض بعمر باكر في العقد الأول أو الثاني من العمر. بس نحكي شوي على القدم القفداء ليش موجود عند هذا المرض، لأنه هو حقيقة تقعر فيزيولوجي في أخمس القدم زيادة عن حده السوي مع تحدب في إبهام القدم. حقيقة هي بسبب المشكلة العصبية الموجودة، ليست بسبب المشكلة الوعائية ولا المشكلة العظمية. الرنح المشترك هو رنح حسي ناجم عن إصابة الحس العميق مع رنح الإصابة المخيخية، يعني زيادة طينة بلة، رنح مشترك. ممكن يكون في داء فريدريخ أو رنح فريدريخ أذية كارديا قلبية، ونتيجة الأذية الحسية والأذية العصبية الحركية المشتركة والرنح أيضا يصير جنف في مستوى العمود الفقري، ممكن يصير انزلاق بالفقرات، وقد تحتاج إلى تداخل جراحي وتثبيت الفقرات وإصلاح جراحي للجنف. بعض الصور التوضيحية، لازم يكون في عنا ذاكرة بصرية في داء العصبية بشكل عام علشان نذكر كل الإصابات من ناحية الذاكرة البصرية، لأن حفظ البصم صعب جدا وجدا أنه تحسن تجاوب الامتحان أو تحسن تتذكر بحياتك السريرية. على اليمين عم نشوف أنه قدم قفداء، يسار في عنا مجموعة من، لازم نتذكر مجموعة من الشغلات الموجودة. عند هذا الطفل الموجود على اليسار شو عم نشوف؟ عم نشوف عنده جنف، صح، وعنده مشية رنحية، مشية عريضة، عم نشوف عنده إيجابية علامة بابينسكي، عم نشوف غياب منعكس الروسفين نيريفلكس عفواً داغيسي، وأيضاً عم نشوف قدم القفداء القدمين، عم نشوف ممكن يكون في عندك مشاكل قلبية. المشاكل القلبية كيف تجي؟ بسبب اضطرابات نظم القلب، فممكن يصير في عنده اعتلال عضلة قلبية أو التهاب عضلة القلب الخلالي، وتليف ألياف العضلة القلبية، ممكن يصير اضطرابات نظمية وتسمع نفخات قلبية، ممكن يصير حصار عضلة قلبية. هذا حصار عضلة قلبية ممكن يكون هو السبب. بهذا المقطع عم نشوف مقطع معترض في النخاع الشوكي، فيه ديجنريشن، فيه تنكس، وفيه اضطراب وظائف اللي حاكين عنها أعلاه. فمنبلش من اليسار وإحنا رايحين فوق هذا الحبل الخلفي والجانبي. ففي عنا الحبل الخلفي الجانبي والحبل البطني، هذول اثنيناتهم فيهم مشكلة، هذول بيعملوا رنح. البعدة فعم نشوف أن السبيل القشري الشوكي فيه مشكلة موجودة، هو هذا السبيل قشري شوكي يعني حركي، فبنعمل فيه إشكالية على مستوى الحركة.
الحبل الخلفي او الحبال الخلفيه او الاعمده الخلفيه عم تعمل اشكاليه بحس الوضع. العقده النجميه عفوا العقده الشوكيه موجوده هون، هي عقده الجذر الخلفي كمان عم بكون فيها اشكاليات موجوده. فهدول الصور انت بس درست موضوع فريدريخ، حط هاي الصوره ودرسها واحفظها، تحفظ الموضوع بكامله ان شاء الله بدون ما تحفظه بشكل نظري. هذا الجدول كتير هام، بيحكي فيه عن بعض المشاكل النخاعية. في عنا مشاكل إنتانية، مشاكل التهابية، مشاكل فاسكولار وعائية وإنهيرتنس وبراثية، عوزية استقلابية سمية وبرشر تيومر. بشكل عام التهاب سحايا ودماغ في إطار التهاب النخاع أو التهاب نخاع معزول. التهاب نخاع معزول مستعرض ترانسفيرس ميلاتس حكينا مرة ماضية، مشاكل إنتانية. التهابي التهاب نخاع مستعرض منتشر أو غير منتشر، أو التهاب نخاع إيديوباثيك مجهول السبب يكون موجود بعد ما نبحث وننفي كل الديسكاردد ما نظهر علينا أي سبب بعد البي سي آر منقول إنه هذا إيديوباثيك. الوعائي هو احتشاء النخاع حاد مع ألم بدون ألم تدريجي و AVM تشوه الشريان الوريدي على مستوى النخاع. الوراثي نمط الظاهر الغالب هو الإصابة المخيخية أو الحركية أو إصابة المادة البيضاء degeneration التنكسي. له كتير أسباب، له كتير أسباب، أكثر 50 سبب لن نتطرق إلا إلى الأشياء منها. العوزي أو الاستقلابي أو السمي البي 12 على رأس القائمة، نقص النحاس حاليا ببعض جراحات البدانة المنتشرة في المنطقة، ونقص الفيتامين إي أيضا موجود. الورم الضاغط هو خراج الجافية وداخل الجافية. هذا الجدول يعني بسيط وهام، ممكن تلخص فيه بعض الأفكار بالبولد اللي حكينا. صار نحن عنا 45 دقيقة عطاء. بعرف أنا من نفسي أنه بعد 45 دقيقة ممكن يخف خلينا نقول الاستيعاب شوي عندي أو عند بعض الزملاء. أكيد أنتوا استيعابكم أفضل من استيعابي لأن أنتوا عم تدرسوا أكثر. فأنا بقترح مثل المرة الماضية أنه نأخذ استراحة شوي 10 دقائق ثم نستكمل المحاضرة. ما رأي الجميع؟ إيه بتشوفه مناسب حكيم. تمام، معناته منستريح 10 دقائق ومنرجع إن شاء الله تعالى على 8 إلى 5. السلام عليكم. رحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا زملاء، نستكمل القسم الثاني. شكرا، نستكمل القسم الثاني من المحاضرة لنتحدث عن موضوع هام جدا. أنا حبيت أن نتركه للقسم الثاني الساعة الثانية علشان هو موضوع هام، اللي هو الصدمة النخاعية نيوروجينيك تشوك. الصدمة النخاعية تجي بكل التخصصات، بالعناية المشددة، بالتخدير، بالأطفال، بالداخلية، بالجراحة، بكل شو بدك. لازم نعرف عنها شوية شغلات أساسية. هي عبارة عن أذية حادة تصيب النخاع الشوكي. وين؟ أبر موتور نيرون، أذية النيرون العلوي. تتظاهر بشلل رخو في المرحلة الحادة مع فقدان منعكسات وترية. ثم بعد ذلك ينقلب إلى شلل تشنجي. إيمت؟ من 3 إلى 3، من 3 أيام إلى 3 أسابيع. ثم بعد ذلك بصير عندك اشتداد للمنعكسات. ليش؟ بسبب عودة المراكز النخاعية للعمل وتأقلمها مع الوضع الجديد بعد زوال الإشراف القشري عليها. إذا أذية حادة فيها شلل رخو، بعدين بتصير شلل تشنجي بعد 3 أسابيع والمنعكسات تشتد. 2، فقدان الوظيفة الحسية. 3، فقدان وظيفة الجهاز الإعاشي، اضطراب المسرات البولية والشرجية، غالبا في ثنائية الجانب. المثانة رخوة في البداية تنقلب لتشنجية بعد فترة من الزمن. الآن ننتقل إلى اضطرابات المسرات في الأذية النخاعية. يحدث اضطراب مسرات في الأذية ثنائية الجانب النخاع الشوكي ويؤدي ذلك لاضطراب في عمل الأمعاء والمثانة. المسرة البولية،
مثانة والشرجية. أما في الإصابات أحادية الجانب فالجهة الثانية في collateral في تعويض في compensation. الكومبنسيتد هذا التعاوض أو المعاوضة من الجهة الأخرى هو بيؤدي إلى تعويض وحل المشكلة بشكل جزئي. المثانة واضطراباتها الوظيفية. المثانة كما تعلمون جميعا تخضع لإشراف عصبي محكم وتتجلى وظيفتها في اختزان البول وإفراغه في الوقت والمكان المناسبين، ويتم ذلك بشكل أساسي عن طريق القوس الانعكاسية والإشراف القشري عبر عدة أعصاب، وهي بشكل أساسي حسية جسمية والجهاز الودي والألياف الودية والألياف العصبية جاية من القشر. الألياف الحسية الجسمية وهي تحمل الإشارات الواردة عن حجم المثانة وامتلاؤها بالبول لتدخل النخاع الشوكي في شدفه العجزية S2-4 ويكمل بعضها صاعدا نحو القشر الدماغي، والمراكز الدماغية المراكز الودية ويتصل بعضها بالعصبونات نظيرة الودية في نفس المستوى. الألياف الثانية هي ألياف نظيرة ودية. ألياف نظيرة ودية تخرج من المركز العجزي للتبول S2-4 وتنبه العضلة المثانية للتقلص، ويشكل المكونين السابقين قوسا انعكاسية مثانية ومسؤولة عن إفراغ المثانة الإرادي بإشراف الدماغ واللا إرادي عند غياب الإشراف القشري الدماغي. الألياف الثالثة هي ألياف ودية تنشأ من الشدف الظهرية السفلية والقطنية وتكون مسؤولة عن تنبيه المعصر الإحليلية الداخلية كما تقول. مستوى العجزي S2-S4 ويحدث فرط في عمل المنعكس المثاني لغياب الإشراف القشري عليه والتثبيط الإرادي لعملية التبول، كما يفقد المريض قدرته على تخزين البول وبالنتيجة تفرغ المثانة بشكل متكرر لا إرادي وبكميات قليلة وتدعى بالمثانة التشنجية spastic bladder، ويعاني المريض من سلس إلحاحي. فإذا حدث فرط في عمل المنعكس المثاني لغياب الإشراف القشري والتثبيط الإرادي لعملية التبول يفقد المريض قدرته على خزن البول وتدعى مثانة تشنجية بإفراغ متكرر لا إرادي لكمية قليلة من البول وهو سلس إلحاحي. السلس الإلحاحي هو عبارة عن رغبة المريض بشكل قوي جدا مفاجئ للتبول وتجي بالليل أكثر ويليها خروج لكمية قليلة من البول لا إراديا. كما قد يحدث عدم تآزر مثاني معصري، في عندك اضطراب بين معصرة المثانة والتنسيق بينها بين المثانة والمعصرة، فيؤدي ذلك إلى أن المثانة تتقلص المثانة والمعصرة بآن واحد دون تنسيق، الكوردينيشن ما في بيناتهم، وهذا ممكن نسميه ديسينيريجيا، ويسبب ذلك بقاء ثمالة بولية وتردد بولي مع التنقيط بكمية قليلة لأني ما بصير إفراغ كامل، وبقاء الثمالة البولية يؤدي إلى ركود بولية، وركود البولية يؤدي وجودها إلى انتانات بولية متكررة مزمنة وعلاجها صعب للغاية إلا إذا انحلت المشكلة العصبية بعلاج خلل التنسيق وعدم التآزر المثاني المعصري. ننتقل ثانيا إلى إصابة المراكز السفلية. في حال إصابة إما مستوى النخاع العجزي S2-S4 بمخروطه الانتهائي النخاعي أو مستوى جذور الأعصاب المعصبة للمثانة على مستوى ذيل الفرس أو بإصابة محيطية للأعصاب الذاتية أو الحسية، يكون الخلل هنا في قوس الانعكاس المثاني مما يؤدي لغياب المحرض الرئيسي لإفراغ المثانة، تمتلئ المثانة بالبول وتتوسع وتتضخم دون أن تفرغ، وتسمى هذه الحالة بالمثانة الرخوة الأتونيك بلادر أو الفلاسيد بلادر. في هالحالة هي عندنا تركيز على شغلتين أساسيات حالتين. أول شيء إما يحدث فقدان للسيال العصبية الحسية
وبالتالي إذا في فقدان للعصب الحسي أو الإحساس العصبي يعني ما في شعور بالامتلاء، أو يحدث فقدان للسيال العصبية المحركة تحتفظ المثانة بحس الامتلاء مع فقدان قدرتها على التقلص، تتعبى ومحسوس المريض بحس إنه هي متعباية بس ما في إنه يفرغ المثانة، ما في إنه يطرح البول. فالمثانة الرخوة إما فقدان للسيال العصبية الحسية ما بحس إنه تعبت، أو فقدان السيال العصبية الحركية تحتفظ المثانة بقدرتها على حس الامتلاء بس ما بحس المريض يفرغها، يعني ما بتقلص حركيا. بالحالتين في سلس بولي بالفرط الإفاضة، فرط الإفاضة أو بالإفاضة سلس البولي هذا تبع فرط الإفاضة الأوفرفلو إنكونتيننس بيصير فيه فرط الإفاضة، لما بتتعبى كتير بيطلع البول لحاله، تكون المثانة رخوة والمظهر الأساسي هو الاحتباس البولي. السلس بالإفاضة هو تسرب بسيط لبعض قطرات البول بشكل متكرر بسبب امتلاء البول، امتلاء المثانة بالبول والاحتباس داخلها. المثانة الرخوة باليمين والمثانة التشنجية باليسار. فإذا جينا على المثانة الرخوة باليمين عم نشوف من أول شيء من المثانة، عم نشوف شكل المثانة إنها ترخوة معباية كتير بول واسعة متوسعة، واليسار عم نشوف المثانة صغيرة في الجدار تبعها ثخين وفي تعرجات موجودة، هون الجدار تبعها رقيق والتعرجات غير موجودة لأن بيسبب البول معبية كلياتها. فإذا جينا وشفنا المشاكل الموجودة فيها على مستوى S2S4، مركز الآفة هون وين عبكون؟ وين يكون موجود؟ بمستوى النخاع الشوكي S2S4. هون مركز المشكلة وين عبكون؟ مركز المشكلة ما بيكون تحت S2S4، بيكون بالألياف الصاعدة والألياف الهابطة اللي عم تجي من فوق لتحت أو من تحت لفوق. إذن هون مركز الإصابة أعلى، هون مركز الإصابة أدنى. فمنشوف المشاكل الموجودة بالخلل الموجود باليسار. فهذا الليف الحسي أو التنبيه الوارد اللي هي بيجي من النخاع الشوكي من المثانة من النخاع الشوكي وهو طالع لفوق، هاد هو عبارة عن مشاكل إحساس الألم والحرارة، فبكون فيه إشكالية موجودة. اثنين، عم نشوف الحس الصاعد الثاني اللي ناشئ من المثانة النخاع الشوكي اللي هو بشكل أساسي إحساس المثانة، إحساس المثانة بالامتلاء. الثالث اللي هو عم بيكون نازل من السبيل القشري الشوكي، فهو عم بيكون ضبط المثانة الإرادي من فوق لتحت تكون فيه مشكلة، فهدول الثلاثة فيه المشكلة بهذا المكان. على اليمين بنرجع بنشوف وين مستوى الإصابة، مستوى الإصابة هو بالشدفة القطنية S2S4 بنفس الأذية الموجودة، الألياف الواردة من المحيط نحو المركز والألياف النازلة والهابطة من المركز نحو المحيط نحو المثانة بنفس الطريقة. فباليمين مثانة رخوة كبيرة جدارها رقيق، باليسار في عنا مثانة صغيرة متشنجة ما بتعبى بالبول بشكل كويس. إذا سألنا سؤال أي الإصابتين أسوأ بالنسبة للمريض، إصابة المراكز العلوية أم السفلية؟ الجواب هو أن إصابة المراكز السفلية هو الأسوأ من إصابة المراكز العلوية. في الإصابة العلوية تستمر المنعكسات الذاتية بالعمل، يعني فوق في إرادة، وتتحرض بامتلاء المثانة رغم إمكانية عدد حدوث القليل من السلس الإلحاحي بفرغ بعض القطيرات أو القطرات البولية، فلا يحتاج المريض القسطرة البولية مشان يفرغ مثانته. بينما الإصابة السفلية تتوقف المنعكسات تماما، فتصبح المثانة رخوة ممتلئة كتير بالبول، احتباس بولي، تعبى المثانة مثل كرة بالبول، فرط الإفاضة، فرط الإلحاح، يحتاج لقسطرة دائمة سيليكون حتى يتفرغ المثانة. إذا أيما أشد سوءا؟ السفلية أشد سوءا لأن المثانة عم تعبى كتير بول. فاليمين هو المشكل الموجود، S2S4 هو المشكل الأكثر سوءا من ناحية الباد بروجنوسيس. ننتقل إلى ما لا نراه بدقة 3/10 تسلا. إذا تحرك المريض أثناء أخذ الصورة فلا تظهر عليه الآفة بشكل واضح، يعني خلل تقني إتروجينيك أو خلل يعني من تصوير من المشكلة بجودة الجهاز وجودة إجراء الصورة وتقنيتها.
5، هل الصور أخذت في مرحلة باكرة أو متأخرة جدا؟ 6، هل يوجد قصة تعرض للأشعة؟ سبب نادر وكشفه صعب جدا لكن لا يجب إغفاله، لذلك يجب السؤال عنه بالهيستوري، القصة السريرية. 7، هل هناك ضمور خفيف معمم أم موضع لم ننتبه عليه، حيث قد تظهر الصورة طبيعية ولكن عند التدقيق فيها جيدا نجد النخاع ضامر أصغر من حجمه. أيضا ممكن نضيف إليها أنه مين عم يقرأ الصورة، ما مدى خبرته، هل هو متخصص في الرنين، هل هو متخصص في الأمراض العصبية، هل الخلل الوظيفي بعد نفي جميع الحالات السابقة بشكل قاطع والمقاربة تكون كاملة بشكل أكيد نشك عندها بالأسباب النفسية. بحكي لكم الحياة السريرية العملية، هاي الأشياء كلها ممكن تكون موجودة، ونضيف إليها أنه مثلا بطب الداخلية العصبية أو بطب العصبية أطفال تجينا حالة عصبية فعلا أنه هي عصبية، يؤكدوا الفحص السريري والقص السريري، نعمل رنين مغناطيسي نعرضه على العديد من أطباء العصبية والعديد من أطباء الأشعة فنرى الاختلاف discrepancy، تناقض كتير كبير بين بعضهم البعض، واحد بيقول الآفة طبيعية ما في آفة أبدا، واحد بيقول شيء طبيعي ومناسب للعمر، واحد بيقول لا في مشكلة جدية وفي degeneration وفي inflammation وفي T2 فيه مشكلة والفلير فيه مشكلة، واحد بيقول لا القصة ما فيها هالإشكاليات، فيها قصة نسبية أو فيها قصة ردية. فلذلك يأخذ بعين الحسبان خبرة الذي يقرأ الرنين ويقول أنه طبيعي أو غير طبيعي. وهالحالات بنشوفها بكتير مع الأيدم، مرض الأيدم مثلا، مع الديجنريشن، مع الشغلات الاستقلابية، مع الشغلات العوزية، ولكنها غالبا ما تكون يعني واضحة وصريحة في الالتهابات الشديدة الواضحة والأورام والردود. السريع لمحة تشريحية أكيد أخذتها سابقا ولكن ممكن نجددها على السريع ونحكيها. يمتد الحبل الشوكي عند البالغين من الثقبة الكبرى حتى الفقرة القطنية الواحد بشكل اسطواني ويستدق، يعني بصير أرفع الجزء الأخير منه ليكون المخروط الانتهائي. يقسم النخاع إلى 31 شدفة نخاعية، 8 رقبيات، 12 ظهريات، 5 قطنيات، 5 عجزيات، 1 عصعصية. إذن 31 شدفة، 8 بالرقبة و12 بالظهر والصدر و5 بالقطن، 5 بالعجز، 1 عصعصية. تتحدد المستويات السابقة ب31 زوج من الأعصاب الشوكية، كل عصب شوكي يتشكل من اتحاد الجدر الخلفي الحسي والجدر الأمامي الحركي. تنبثق الجذور العصبية الشوكية الرقبية من C1 حتى C7 إلى الأعلى من الفقرة الموافقة لها بالرقم، بينما ينبثق الجذر C8 إلى الأسفل من الفقرة الرقبية السابعة، وباقي الجذور الشوكية تنبثق إلى الأسفل من الفقرة الموافقة لها بالرقم. تتوضع أذية الجذر الرقبي الخامس بين الفقرة الرقبية الرابعة والرقبية الخامسة، بينما تتوضع أذية الجذر القطني الخامس بين القطنية الخامسة والعجزية الأولى. إذن فوق تعطي لفوق الشدفات، تحت تعطي لتحت. الرقبي الخامس الجذر إذا كان فيه مشكلة أذيته تتوضع بين الرابعة والخامسة الرقبيات، بينما القطني بين الخامس بين القطنية الخامسة والعجزية الأولى لتحت. يحوي الحبل الشوكي انتفاخين بيضويين أحدهما في المنطقة الرقبية من C3 وحتى T2 والآخر في المنطقة القطنية من L1 وحتى S3. يتوافق هذان الانتفاخان مع مكان خروج الأعصاب التي تشكل الضفائر العضدية والقطنية والعجزية. تتوضع العصبونات الودية جهاز الإعاشي الودي في المقاطع الظهرية والقطنية من الحبل الشوكي، بينما تتوضع العصبونات نظيرة الودية في المقاطع العجزية. إذا العصبونات الودية في المقاطع الظهرية والقطنية والعصبونات نظيرة الودية في المقاطع العجزية. يحتوي المقطع العرضي للحبل الشوكي على منطقة مركزية تأخذ الحرف H وهي المادة السنجابية الرمادية، حيث تحاط بالمادة البيضاء والتي تحوي الحزمة الصاعدة والنازلة. المادة البيضاء مثل ما تعرفوا حزم صاعد وحزم نازلة. وبما أن معدل نمو النخاع لا يتوافق مع الفقرات المحيطة به، فإن مستوى النخاع لا يطابق مستوى الفقرات المحيطة به، حيث أن العمود الفقري أطول من النخاع الشوكي، وهذا رحمة رب العالمين. وفينك تعمل بزل قطني بس من 3 إلى 4 وما في نخاع شوكي يعني واضح منتشر بهذا المكان عشان ما تصيبه بالبزل، أو حتى الأذيات تكون يعني أقل ضررا. إذا مين بيكون امتداده أطول؟ العمود الفقري العظمي أطول من النخاع الشوكي العصبي. ويبين الجدول التالي مستوى الفقرة وما يقابلها من مستوى النخاع، مستوى العظم مع مستوى العصب.
سي 3 هو رقم الفقرة ومستوى النخاع فيها تي 1، بينما تي 10 مستوى النخاع هو تي 12، الواحد يقابل الاس 1. الصورة التالية: توزع المراكز الودية ونظيرة الودية في النخاع وجذع الدماغ. الصورة تشريحية محضة يمكن الاطلاع عليها للوصول إلى فهم أعمق للبنى التي تقوم بوظائفها على المستوى الفيزيولوجي العصبي. وهذه البنى في الحقيقة بمفردها تحتاج إلى تركيز كبير، وإلى حقيقة الأمر إحاطة تجمع بين التشريح والفيزيولوجيا. فنأخذ منها على سبيل الذكر للحصري بعض النقاط الأساسية. فإلى اليسار هنا قليلا نجد الباراڤنترال فيرتيبرال جينجليا، العقد اللي موجودة هون هي عقد جانب البطينية، جانب الفقرية، هاي العقد المنتشرة هون. وأخذنا أعلاها العقدة العلوية الرقبية أو العقدة النجمية، فنلحظ في العقدة الرقبية العلوية تأتي منها ألياف مسؤولة عن توسيع الحدقة، بينما العقدة الرقبية السفلية نجد منها ألياف تنتشر وتأخذ بالانتشار إلى تحريض الإلعاب والدمع. فهذه الألياف وجودها قد يكون محرضاً أو مثبطاً لإفراز السوائل سواء لعاب أو دمع في هذه العقد الموجودة. فالطرف اليسار الموجود اللي هي جاية من طرف العقدة جانب الفقرات والعقدة السفلية الرقبية تثبط إفراز اللعاب وتثبط إفراز الدمع في العام الأغلب، بينما إن كانت قادمة من ألياف العصب الوجهي في هذه العقد فإنها تكون منبهة للألعاب ولإفراز الدمع. وأيضا الشيء بالشيء يذكر، الألياف القادمة إلى الحدقة من المستوى العصب القحفي الثالث المحرك العيني اكليموتر نيرف، النويات اللي هي جاية من زنجر ويسفل نيكلوس، هاي النوى الموجودة بمستوى العصب اللي بتنشأ من العصب الثالث القحفي بينشأ منها، تعمل كونستريكتيف، تعمل تقبض للحدقة، فهي الشغلات اللي نحن ممكن نشتغل عليها. أيضا الألياف اللي جاية من مستوى العصب الوجهي من نوياته الموجودة بجذع الدماغ عصب الوجه السابع، فهي تأثير منبه لإفراز الدمع واللعاب، بينما يقوم أيضا النويات القادمة من العصب التاسع القحفي البلعومي اللساني أيضا تنبه إفراز اللعاب لأنه يحرض هذه المنطقة. بالنسبة للطرق الهوائية أيضا نعرج عليها بعض الشيء. في عنا من اليمين ألياف الناشئة من العصب العاشر القحفي المبهم، العصب العاشر، ففي ألياف تعمل على تنبيهه يؤدي إلى تضييق القصبات والطرق الهوائية بشكل عام، بينما الألياف الجاية من الشدفات من تي واحد وعم تمر بالعقد الجهاز الإعاشي فإنها تعمل مثل على بيتا 2 أغونيست، فإنها تعمل على التنبيه توسيع الطرق التنفسية، توسيع القصبات أو القصيبات. العصب العاشر تأثيره على العضلة القلبية يبطئ بشكل عام ضربات القلب، وله أثر نهي القلبي كما تعلمون عن التنبيه بشكل مفاجئ بالردود أو الإصابات أو الأعمال الطبية إتروجينيك. بينما الجهاز الودي في الناشئ الألياف التي تنشأ من تي 2 تي 3 تي 4 فإنها حقيقة الأمر تؤدي إلى تنبيه ودي وبالتالي زيادة ضربات القلب. وهكذا بالنسبة لبقية الأجزاء. بالنسبة للأمعاء فإننا نجد أن الجهاز الودي ينبه إفرازات التعرق والغدد العرقية، بينما جهاز نظير ودي قد يقوم بتثبيت إفرازها. وبالنسبة للكبد أيضا نركز عليه، بالنسبة للعقدة الزلاقية، العقدة الزلاقية أيضا بالنسبة لإفرازات الكبد فهي تحرض إنتاج السكر وتحريره من الكبد من أجل الحالات
اللي بيكون فيها الجهاز الودي مفعل ويعملوا على زيادة إفراز الكبد. وهكذا بالنسبة للبقية. وبالنسبة للكظر يهمنا التركيز على الغدة الكظرية. عم نشوف أن الغدة الكظرية تنبيهها لإفراز الأدرينالين ونور أدرينالين. وهنا لمحة تشريحية تعصيبية مبسطة يمكن الاطلاع عليها ليحدث المام أكثر وأوضح بما يسمى علم الفيزيولوجيا العصبي. ننتقل إلى الأمور السريرية في السنة الخامسة. نشاهد متلازمة هورنر في الإصابات الرقبية والصدرية العلوية أو في إصابات الشريان السباتي الباطن، كما في تسلخه بالأثيروسكليروسيس أو بالردود، لأن الأعصاب الودية المسؤولة عنها تساير هذا الشريان، بينما يفتقد الزوج العصبي الشوكي الأول C1 للحس ويعتبر زوجا عصبيا حركيا فقط. إذا الزوج العصبي الشوكي الأول C1 هو حركي بحت، حركي بحت. ما هي التوصيات الهامة في هذه المحاضرة في إسعافات الأذيات النخاعية الحادة وهي هامة للغاية؟ بينت الدراسات أن 80% من إصابات النخاع تحدث أثناء النقل وإسعاف المريض. كل مريض ما فيه شيء، وعامل البلكون وعامل العمود عامل أجزاء خير الله يجبر مصيبته، صار رد حادث السير، صار رد إلى آخره مشاجرة، يكون ما في شيء لسه كتير أذية ردية. لكن لما بينقلوه الناس اللي بدهم يسعفوا هن ممكن يؤدوا لأذية زيادة، يعني زيادة طينة بالله. فالاشتباه بوجود أذية نخاعية يجب اتباعها، يعني أول شيء بداية من وجود التنفس والدوران وفق قاعدة الـ ABC. نثبت العمود الرقبي بواسطة طوق خاص به، ما بصير نشيله من رقبته ونشيله من كتافه ونشده من إجريه ونشده من إيديه. يلزم وجود 3 أشخاص للحفاظ على العمود الفقري بوضعية سوية سليمة. 3 أشخاص، هذا سؤال امتحان مرة جاء أنه كم شخص يلزم حتى تحافظ على العمود؟ شخص واحد يكفي 2 3 4 5، 3 وأكثر منيح، بس 3 كويس، لأنه يجب تثبيت الفقرات من الخلف. يقوم الشخصان الآخران بحمل المريض من الأسفل بحيث يتم تثبيت العمود الظهري والقطني ومنعهما من الحركة، منعهما من الحركة بشكل مطلق إن أمكن ذلك. يكون التنبيب ضروريا في حال كانت الأذية فوق الرقبية الخامسة، لأن الترافيجيال مختلف بين المراجع، لكن الآن نؤكد ذلك في مرجعنا. كما يتم التوصية بإعطاء الكورتيزون بجرعات عالية ولكن لاحقا وبعد متابعة الدراسات البحثية، كما أنه يسبب اختلاطات كثيرة أكثر فوائده، وبالتالي تم الاتفاق على أنه لا جدوى من إعطائه حسب هذه المحاضرة والمرجع. كيف يمسكوا المريض؟ 2 عم يمسكوا بسبتولو أو بسبتولا للمصابة العمود الفقري القطعي والظهري، والثالث يقوم بتثبيت العمود الفقري الرقبي والكتفين. إذا من الكتفين كيف عم نثبت، والجلوس في هذا المكان بسيارة الإسعاف أو السيارة عم تنقل. تثبيت هام جدا جدا. إذا أنت ما عندك سيارة إسعاف، بالمقاعد الأمامية والمقاعد الخلفية للسيارة في عندك أحزمة أمان تستخدمون في مناطق ما تستخدمون للأسف، ولكنها إلزامية وإجبارية في المناطق الأخرى. وبشكل عام in general عند العناية بمريض الأذية النخاعية فهناك عدة وصايا، وهي وصايا العشر في العناية بمريض الأذية النخاعية. الوصايا العشر: أول شيء علاج ارتفاع توتر الشريان الحاد لما له من بذل الأثر على الأذية العصبية. التمييع الوقائي في الأشهر 3 الأولى كان مختلفا عليه، ولكنه الآن محض الدراسة ومحض التطبيق. تعد القثرة البولية المؤقتة والنظيفة أفضل من القثرة الدائمة لتحري الصبيب البولي وتحري عدم وجود إنتانات بولية وتحري حجم البول المفرز ولونه ومهيته وصفته. في العام الأغلب لا علاج وقائي لالتهابات المجاري البولية. اليونري تراكت انفكشن ما بتعطي علاج بريفنشن، تعطى الصدات فقط عند حدوث الإنتان وليس بغرض الوقاية. علاج السلس البرازي أو الإمساك بتغيير النظام الغذائي والتفريغ المنتظم واللجوء عند الضرورة للتحريض اليدوي أو التحاميل، ممكن نعمل سوفت إنما. بالنسبة لردود العمود الرقبي للمرضى الذين لا يحتاجون تداخلا جراحيا، العمود الفقري رفع الضغط عن النخاع سواء بالتداخل الجراحي أو التثبيت الخارجي. علاجا بمضاد جابابنتين أو بالوسائل العلاجية الأخرى المتاحة. تبديل وضعية المريض لمدة 5 دقائق كل ساعتين عن المواضع من الجلد حتى لا تتحمل الضغط، وذلك لمنع تشكل الخشخريشات والتقرحات. الدعم النفسي جدا هام، انه انت امورك تمام، وضعك مستقر، شويه التهابات، شويه
بدك شوية دواء للالتهابات مش الحال، هاي شغلة بتطولها يومين ثلاثة حتى تروح. ممكن ندعمه نفسيا بشكل أمثل، ممكن نحكي له قصص مشابهة وكيف طاب وكيف ما صار عنده اختلاطه. تحريك المريض بشكل دائم وبشكل وضعيات في الأشهر وبكل الوضعيات بكل الأشهر عفوا بكل الوضعيات في الأشهر الأولى خاصة، يعني بده علاج فيزيائي، علاج فيزيائي. إعادة تأهيل المريض بأحزمة خاصة، بأدوات خاصة، علاج فيزيائي متخصص، وليس أنه نحن ما بنعرف نعالجه الفيزيائي نحاول نعالجه لا. بشكل عام كملاحظة أخيرة، بغض النظر عن مدى سوء إصابة المريض فإنه يحق له الإنجاب وأن يعيش حياة كريمة لائقة بشخصية، ويمكننا دوما أن نقدم له شيئا ما عن طريق العناية الصحيحة والتسكين الصحيح. فأذية النخاع الشوكي بوصاية العشر هامة جدا، هذه الوصاية العشر غالبا ما يتم السؤال عنها بشكل سريري أثناء العيادات والستاجات وكذلك أثناء المقابلات والامتحان، لأنها وصاية هامة جدا، وهي يعني خلينا نقول مع توصيات الهمة بإسعاف الأذيات هي خلاصة القول، لأني إحنا لما نكون بمكان رح نسأل إنه شو نعمل شو نسوي، هذا كثير أساسي لازم نحن حتى أنه نعمهم في المجتمع علشان الكل يستفيد لنقلل من الأذيات التالية بعد الرد. بيجوا بيشيلوا كيف مكان وبيشوفوه بسيارة الإسعاف، بسيارة الإسعاف تأسرع كثير، يكون مو مربط مو محسم وبتطشطج كثير، الطرقات قد تكون غير مناسبة، بتكسر ظهره وبصير عنده أذية عصبية، وهو بالأساس بجوز الرد الأساسي ما عمله الأذية العصبية. فأيضا ممكن كثير حالات يتم أخذ صور فوتوغرافية وفيديو لتوثيق الإصابة أثناء إسعافه، قبل إسعافه يعني، وعند إسعافه وعند وصوله، وصور أخرى وفيديوهات أخرى توثق طريقة العلاج وتماهيا مع العمل الجراحي وتماهيا مع التبعات بعد العمل الجراحي. الزملاء الأعزاء، إلى هنا ونكون وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة ونهاية قسم أذية النخاع الشوكي. إذا عندكم أي سؤال نتطرق له ونقوم بمحاولة الإجابة عنه. شكرا جزيلا لكم. إن شاء الله يعني أسبوع أسبوعين ثلاثة إن شاء الله تتحسن كثير. ممكن نقيم هذا الشيء بشكل كتابي وصوره وفيديو، نقول له انت ما كان فينك تمسك كاسة المي الان عم تمسكها، ما كان فينك تشرب لحالك الان عم تشرب لحالك، ما كان فينك ترفع راسك الان عم تحسن ترفعه، ما كان فينك تمسك بايدك مثلا يعني التفاحه او الكاسه الان صرت تحسن تمسك، كان عندك مشكله باحساس بحد اصابعك الان الاصبع هذا صار يحس شوي. فشوي شوي ايضا ممكن نقول له انه انت كنت مثلا يطلع البول ما تحس الان عم تحس وصار في تحسن، ممكن نعمل العمليه، ممكن نعمل مثلا هذا الدواء رح يحسنك كثير، ممكن يكون بلاسيبو. الدعم النفسي لا يقل اهميه عن الدعم الجراحي والدعم الدوائي المثبت. شكرا دكتور. ممكن اذا حدا عنده سؤال اخر. إذا شكرا لجميع الزملاء. إذا لا يوجد أسئلة ننتهي هنا في هذه المحاضرة ونلتقي بكم على بركة الله، تكونوا بصحة وعافية في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت إن شاء الله.